We all live in a digital world. We all need it to be open and safe. We all want to trust. And to be trusted. We all despise control. And desire freedom. We are all united. Distinguished ladies and gentlemen, dear colleagues, it's a great pleasure for me to be here with you today to the next agenda point of the Internet. أنا سعيد جدا أنني معكم والآن بالنقطة الأخرى من برنامجنا منتدى الحوكمة الإنترنت وهذا المحور يتعلق بالاستثمارات ونمو التقنيات الرقمية وبناء المهارات الرقمية. هذه أول مرة عندما تكون بولندا هي من يستضيف هذه القمة 16 لIGF. هنا اجتمع قادة ورواد عمليات الرقمنة وسيكون لنا إمكانية لسماعهم بشكل مباشر. لدينا الآن متحدثون. أرحب بالسيدة وزيرة الحداثة من أثيوبيا ونائب رئيس البنك الأوروبي للتنمية والسيدة ماريا التي تمثل مكتب الأمين العام للأمم المتحدة. وأرحب بسفير فرنسا للشؤون التقنية والسيد مبعوث وزارة الخارجية من لاتفيا. سنستمع أيضا إلى عدة تقديمات من الفدية لنائب رئيس الوزراء الروسي المسؤول عن قضايا التقنيات والإنترنت والحداثة. بالطبع إن هذه ستكون أهم مواضيع خاصة عملية الانتقال. إن هذه المرحلة الانتقالية أيضا مرتبطة بعديد من التحديات. جائحة كوفيد-19 أبرزت الكثير من مناطق الضعف في طريقة عملنا وأصبح على رجال الأعمال التكيف مع الأوضاع الحالية واستخدام. ونحن مثلا في 35% من الشركات البولونية بدأت باستخدام أو زادت من استخدامها للإنترنت في طريقة عملها وخاصة وسائل التواصل الاجتماعي التي بدأت تعمل في خدمة أيضا رجال الأعمال. سنبدأ من سؤال مفتوح للجميع موجه بالاعتماد على تجاربكم. ما هي التحديات التي تقف أمامنا فيما يتعلق بالمرحلة الانتقالية الرقمية وفي أي مجال يمكن أن نجد بعض الضوابط؟ الوقت محدد، لذلك أرجو أن تكون أجوبتكم خلال 3 دقائق. أبدأ من السيدة هوريا علي مهدي وزيرة شؤون الحداثة من أثيوبيا. نرجو أن تتفضلي. هل تستطيع أن تعيد السؤال؟ نعم. هل بالاعتماد على تجربتك ما هي التحديات التي ترينها في مجال
المرحلة الانتقالية للرقمنة وما هي الضوابط التي يمكن. شكرا للسيد المنسق. كما تعلمون أن هذه المرحلة الانتقالية هي رحلة طويلة سريعة ديناميكية تحتاج إلى تدخل متعدد الجوانب، وعلينا أن نلاحظ هذه الطريقة. في بلدي وافقنا على استراتيجية في مجال الرقمنة، وهي في سرعة علينا وبجرأة أن تكون هذه المرحلة الانتقالية سريعة. إذا لم نستطيع أن نتمكن من جعلها واقعا فللأسف سوف نخسر إمكانية الاستفادة من هذا التطور الواسع. إذا لم يكن لدينا اتصالات سريعة فلا نستطيع أن نفكر بالأمن السيبراني أو زيادة المهارات الرقمية، كما لا يمكننا ذلك وستكون لدينا مشكلة في قضايا الضوابط القانونية. لذلك هناك شيء آخر يتعلق بضرورة قيادة جريئة. يجب أن نستفيد من هذه الطاقة المتعلقة به، ولكن يجب على الزعماء المحليين أن ينشغلوا في هذا التطور. يجب أن ينظروا بشكل جديد وأن يتفاعلوا مع هذه الفكرة. يجب أن نتذكر أننا لا نستطيع أن لا نرى ما هي تعقيدات الوسط الذي يعمل فيه المقررين. لذلك أرى أنه إذا لم نبدأ بذلك بجرأة وبسرعة للتغييرات اللازمة فلن نستطيع الوصول إلى نجاحات ملموسة. بالنسبة للضوابط القانونية فيتوجب علينا إيجاد نظام بيئي يكون يستوعب هذه الضوابط التي تعترف بالابتكارات وبالحداثة في هذا المجال، وهذه الابتكارات القانونية تتطلب كثير من الانشغال فيها والعمل عليها، مما سيؤدي إلى دعم الاستثمارات، وهذه هي التحديات الرئيسية التي أراها في الشهور القليلة المقبلة. شكرا لسيادة الوزيرة على هذا المنظور الأثيوبي، ومن المهم أنك ذكرت وأكثر من مرة هذا الانخراط المتعدد الأطراف والاهتمامات. منتدى 2022 ستستضيف دولة إثيوبيا منتدى حكومة الإنترنت، أما الآن فنرجو الصوت من السيدة تشيرفينسكا. وشكرا جزيلا على استضافتي في هذا المكان. أمثل بنك الاستثمارات الأوروبي في هذا المحفل الكريم والمحترم. إن البنك الاستثمارات الأوروبي المجموعة المصرفية التي أمثلها هي أكبر صاحب مصلحة مالية، ونحن مورد ومزود الخدمات المبتكرة وأيضا العالم الرقمنة وحلول متعلقة بتغيرات المناخية على مستوى 80
مليار يورو سنويا. الحدث مثل اليوم نحتاج إليه كثيرا، لأن التعافي الاقتصادي ما زال شيئا غير مؤكد، ورقمنا هي الكلمة المفتاح للتغلب على عدم اليقين هذا. لذلك أنا سعيدة بأنني أشارك في هذه المناقشة وأمثل مجموعتنا المالية. وبرأينا هناك بعض التحديات الجوهرية في طريقنا حول نحو التحول الرقمي الكبير. هناك فجوة رقمية عميقة ما بين أوروبا وغيرها من اقتصادات العالم، وهذه صورة غير متجانسة لعملية الرقمنة في مختلف أنحاء أوروبا نفسها. أتقاسم معكم اليوم بالمنظور الأوروبي، وأعرف أن الكثير من شركائنا يزاولون نشاطهم في مختلف القارات الأخرى فيما يخص هذه الهوة الرقمية. فأقصد بذلك أن اليوم عملية الرقمنة تلعب دورا حاسما في عملية إدراج الابتكارية والتنمية المستدامة. وفي الوقت نفسه التحول الرقمي يحتاج إلى استثمارات هائلة حسب التقديرات الأخيرة. فهذه الهوة الرقمية ما بين أوروبا وبعض الاقتصادات الجوهرية الأخرى مثل أمريكا واليابان تعادل 1% من الناتج المحلي الإجمالي سنويا. فهذه الفجوة من الناحية المالية كبيرة فيما يخص التمويل. فهذا بطبيعة الحال هذا واضح أن الطلب على التكنولوجيات الخضراء والرقمية سيزداد وسيشكل محركا ومحفزا قويا في السنة القادمة. ما نحتاج إليه من أجل تمكين التحول الأخضر والرقمي والتغيرات الهيكلية، نحتاج إلى مشاريع تمويلية ضخمة. ولذلك هذا التعاون بين القطاع الخاص والعام شيء ضروري لا غنى عنه. بالطبع الهوة الرقمية هذه ليست هي من مخاطرنا الوحيدة، لأن الاتحاد الأوروبي يشير إلى ضرورة تقدير وتقييم درجة الرقمنة في مختلف المجالات والقطاعات ومختلف المجالات للدول الأعضاء. ونحن نعلم أن مستوى ودرجة الرقمنة هذه أقل من المتوسط الأوروبي. هذه المناطق الأوروبية تحتاج إلى مساعدة ودعم خاص بفضل الصناديق البنيوية، ونحن نريد ردم هذه الهوة الرقمية في الدول الاتحادية المختلفة، وخاصة مجموعتنا المصرفية الـ EIB EBRD وWorld Bank Group وغيرها من البنوك. وبالتعاون مع المفوضية الأوروبية أطلقنا برنامجا للتجديد الرقمي، ونتمنى أن هذا التعاون من هذا النوع سيمكن من التحول الرقمي الفعلي، وهو تحول أخضر. وعائدة إلى سؤالك حول التحديات الكبرى، فأظن أن هذه الفجوة الرقمية الهوة الرقمية وكذلك الفرق الهوة المالية هي من التحديات الكبرى، وكذلك التنوع الكبير ما بين مختلف مجالات الاقتصاد. شكرا للسيدة الوزيرة على هذا المنظور والأفق من وجهة نظر البنك الأوروبي. تحدثنا عن عملية تمويل، وموضوع التمويل سنعود السيدة ماريا فرانشيسكا التي تمثل مكتب مبعوث الأمين العام للهيئة هيئة الأمم المتحدة. شكرا جزيلا، أنا بمتعة موجودة معكم وسعيدة أمام هذا الحفل الكريم.
خلال حفل الافتتاح سمعنا كثير من الملاحظات من وجهة نظر الحكومة البولندية ومن المتحدثين الآخرين، كما سمعنا من نائب الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة أن يجب علينا أن نتعامل مع فرص، ولن أعيد ما ذكر، يجب أن نتأكد أن هيئة الأمم المتحدة تفعل ما بوسعها من أجل العمل بشكل عالمي، أن تكون هذه الأدوات التقنية مستخدمة لتحسين مستوى المعيشة للجميع، لكي تقوم بعملية إرجاع لهذه الأشياء التي تؤخر بعض المجتمعات التي نراها في بعض أنحاء العالم. هناك أيضا تحديات لتخفيف وتصغير التحديات التي تقف أمامنا، وهذا هو هدفنا الرئيسي. إن التقنيات الحديثة سوف تجعل التطور، تحفز التطور في الدول ومن بينها دول العالم الثالث، وكذلك يجب علينا أن نجد أطر عالمية، وهذه العملية بدأت في عدة أماكن. فقد سأل السيد عن الأطر التنظيمية والضوابط التي يمكن، هناك العديد منها قد تم إدراجه في كثير من دول العالم، ومن بعضها تم فرضها من قبل حكومات بعض الدول، ولكن السؤال هل هي أسس جيدة أم يجب علينا أن نمحص فيها ونرى. فلذلك سواء أونلاين أو أوفلاين، فإن الجميع يبحثون عن فرص للعمل. نحتاج إلى بنى تحتية كافية، إلى وصول آمن إلى هذه الشبكات الإنترنت، ويجب أن نؤهل العاملين بشكل جيد لكي تكون مثل هذه التغييرات. قبل تحدثت نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، وهناك مقترحات حول رقمنا، وبكل سرور أقبل المعلومات التي قالت عنها وعن هذه التغيرات المزمعة. عندما نتحدث عن الضوابط يجب علينا أن نعرفها ونضع لها مصطلحات وما هي أهدافها وعلى أي مستوى هي، فأي ضوابط ستكون على مستوى دولة واحدة أو على مستوى إقليم معين. أما في مجال على مستوى الأمم المتحدة، نرى أن الإنترنت والتقنيات الجديدة تتطلب فعل عالمي، لذلك سنجعل منصة للنقاش والحوار حول هذه الضوابط حتى نستطيع أن تكون بإجماع عالمي، وهذا يعتمد على القيم التي نؤمن بها. الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة قدم خطة نمو التعاون الرقمي بين، ويجب أن تكون كما تعلمون هي تعاون على مستويات عدة، وفيه رؤية أن يكون هناك فضاء منفتح وآمن. ومنظمات أخرى مثل اليونسكو أيضا وضعت أسس لضوابط من أجل الذكاء الاصطناعي أيضا، وكذلك الاتحاد العالمي للاتصالات السلكية واللاسلكية أيضا وضع مثل هذه الضوابط. وفي شهر أيلول سبتمبر قدم الأمين العام رؤية بكومون أجندا، أي برنامجنا المشترك، وهناك تجدون سياقات تتعلق بأهم هذه القضايا التي تتعلق
بالأسئلة المطروحة، وهو وثيقة طموحة جدا، ونتحدث عن Global Digital Compact، وسوف أتحدث عنها في الدورة الثانية من الأسئلة. شكرا جزيلا للسيدة ماريا فرانشيسكا سبوسيلانو من مكتب مبعوث الأمين العام للمتحدة. هناك مشاريع ومساودات مشاريع جديدة على المستوى الأوروبي وتخص الذكاء الاصطناعي وخدمات الرقمية. نتحدث عن حرية مزاولة النشاط الاقتصادي أونلاين. أما الآن فنرجو السيد أونغي فيغديير سفير فرنسا للتكنولوجيات الرقمية. لديك خبرة واسعة فيما يخص التعاون مع الشركات، فبكل متعة سوف نستمع إلى ملاحظاتك. شكرا، وسوف أتحدث باللغة الفرنسية، فأرجو أن تأخذوا السماعات تضعوها. نحن أشكر أيضا المترجمين على الترجمة الفورية. إذا أردنا التوصل إلى هذا التحول الرقمي، فمن المستحسن أن يتحدث كل واحد بلغته، وندخل ونشارك بقيمنا وما عندنا من خيارات في هذا التحول. وإجابة على سؤالكم، فأتقاسم معكم بفكرة بسيطة. قبل 50 سنة باحث أكاديمي اخترع الإنترنت وخلق أكبر منصة بالتاريخ لتبادل الثقافات والحضارات والتنمية الاقتصادية، والتي تحدثنا عنها في التاريخ. الإنترنت هو ثروتنا المشتركة الإنسانية، وغير قد غير العالم، ونحن نتصدى لأكبر التحديات في التاريخ. المشكلة الأولى هي عدم المساواة في الوصول للإنترنت، وأيضا انعدام المساواة في التحكم بالذكاء الاصطناعي وغيرها من العناصر الرقمية. فيجب أن نحافظ على ما هو المشترك والموحد والعام، نماذج عامة للإنترنت، نماذج التربية والتعليم للذكاء الاصطناعي. التحدي الثاني الخطورة الثانية تتمثل في الإجرام، وهناك الدول التي تتلاعب مع الأخبار وتفبركها وتدللها. الخطورة الثالثة هي أن أحيانا بعض النماذج الاقتصادية تتدهور وتنكمش، هذا ليس الإنترنت هو الذي يصنع الأخبار المدللة، ولكن هي الشركات التي تتبع هذه النماذج غير الواقعية ولا تتحول. فيجب تقنين هذا المجال، مجال وسائل التواصل الاجتماعي. فإجابة على سؤالك، من أجل إيجاد القوانين واللوائح المناسبة التي ستحترم هذا الإنترنت المفتوح والحر وغير المركزي والموحد الذي يحمي المجال الذي يحمينا ويحمي حقوقنا، وإنترنت سيادة القانون المتعدد الأطراف التي تحترم المبادئ القانونية، لأن هناك أيضا لوائح كثيرة أيضا قانونية التي ليست سيئة. هناك مؤلف بونفري لستاف الذي قال أن لكل مشكلة معقدة هناك حل بسيط وواضح، ولكن قد يكون أيضا مضللا. Thank you, Ambassador. So it's really important to regulate, but always not to overregulate. شكرا على هذه الإجابة. إذن الضوابط
يتوجب علينا إيجادها، ولكن يجب أن لا نبالغ بذلك، ويجب أن نكون متوازنين في هذين الجانبين. أود السيد فيكتوس ماكاروس المبعوث من وزارة الخارجية في لطفيا، سأعود قليلا لكلمات المقدمة التي سمعنا منها في البداية. قال السيد أن هناك الوضع الصعب الذي فرضته الجائحة على رجال الأعمال البولنديين. في لاتفيا لدينا أيضا وضع شبيه، ولكن هناك جوانب إيجابية أخرى. بالطبع الجائحة كان لها تأثيرها السلبي الواسع، وهناك رأي أننا لو أن رجال الأعمال لم يستطيعوا استخدام وسائل الحديثة الرقمية لكانت النتائج سلبية أكثر. إذن تم الاستفادة من هذه الأساليب. نقول نستطيع إذن دفع هذه الرقمنة إلى الأمام قدما، ولكن أيضا فعلنا الكثير حتى الآن. الناس لم ينتظروا وإنما بدأوا يعملون. لدينا وثيقة اسمها استراتيجية تطور التقنيات الرقمية، سأعطي نبذة عنها. أن هذه العملية الرقمنة يتم جعلها في مجال رجال الأعمال. أيضا التحدي الأول هو بالنسبة للشركات هو الاستخدام الحقيقي للتقنيات الجديدة. هناك تقنيات تقليدية، ولكن لدينا تقنيات مبتكرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وغيرها. التحدي الثاني تتعلق بالكوادر وبالثروة البشرية. هنا قضية تحتاج إلى نقاش، لأن الأكثر أوضاع ينقصنا أشخاص مؤهلين، لذلك يجب أن نعمل على أن نزيد هذه المؤهلات. القضية الأخرى هي الثروة البشرية ورأس المال البشري، أي يجب علينا أن نطور في ردى عمالنا وموظفينا مهارات أكبر في مجال استخدام التقنيات الحديثة، ويجب أن يكون هناك ثقة لهذا العالم الرقمي، لأن عدم وجود مثل هذه الثقة لا تكفي فيها أي مؤهلات أخرى. في لاتفيا نستطيع أن نفخر بأن لدينا وصول جيد، وأن تقنية G5 التي وصلنا إليها خلال 6 سنوات القادمة نريد أن نصل إلى مستوى أن 4 مدن في بلدنا ستكون مغطاة بتقنية الجيل الخامس. القضية التالية هي قضية الضوابط التي تحدثنا عنها. فنحن جزء من الاتحاد الأوروبي، ونريد أن تكون هذه الضوابط عادلة وتسمح بتنافس عادل، بأن تعطي فرص متساوية للشركات الوسطى كي لا تخسر أمام في مواجهة مع الشركات الضخمة. إذن يجب من بداية العام القادم لدينا أن هناك عند فرنسا ستكون لها دور في الاتحاد الأوروبي ستكون، فأعتقد أن ولدينا أمل أن يكون هذا الدور فرنسا يعطيها إمكانية وضع ضوابط كاملة أمام الاتحاد الأوروبي أمام القوانين والتشريعات التي تسمح لرجال الأعمال بالعمل بنجاح في المجال الرقمي.
أعجبتني شكرا هذه الملاحظة التي تخص إدراج التقنيات الرقمية في الشركات الصغيرة والمتوسطة، وأن هذا يسير ببطء أكثر مما كنا نتوقع أن يكون سريعا. لذلك في دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي الشركات الصغيرة والوسطى هي كانت أفضل من غيرها تقريبا في إدخال وإدراج مثل هذه التقنيات عن الشركات الكبرى. أعتقد أننا وصلنا على نصف الوقت لنقاشنا الآن. نود أن يسمح القسم الفني بأن نستمع إلى ما يقوله نائب رئيس الوزراء الروسي. أرحب بكم جميعا المشاركين الأعزاء في منتدى حوكمة الإنترنت. كلنا واعون بأن الجائحة ورغم سلبياتها هي تحفز أيضا على تنمية التقنيات الرقمية، ولها تأثير كبير على تحول الاقتصاد الرقمي. الناس في العالم أصبحوا وبسرور يستفيدون من الخدمات الرقمية بالإنترنت. في دولة روسيا هذا المجال من الاقتصاد زايد في النمو. التحولات الرقمية هي هدفنا المشترك، كذلك التربية والتعليم في مجال المواد ستيم هي الهندسة والتكنولوجيا والعلوم والرياضيات، ونحن ناجحون في هذا القطاع. هناك مئات آلاف من الشركات في هذا القطاع العلمي والتكنولوجي. نحن نصمم البرمجيات ونصدرها ونصدر الخدمات الرقمية والتكنولوجيا. هذا القطاع من الاقتصاد الروسي يتطور بشكل سريع، وفي السنوات الأخيرة نام هذا القطاع بتقريبا 20%، وهذا المجال إذن يشهد الكثير من التغيرات. نصبح أكثر وأكثر منافسة وتنافسا، نقوم بتنظيم منافسات بجوائز لأحدث الشركات ابتكارا رقميا، وضمن هذا التمويل نحن نمنح الشركات أموالا لمواصلة التنمية. من المهم جدا الشراكة العامة والخاصة وإيجاد أطر دولية في هذا الصدد. كما تعرفون السادة، فإن الاستثمارات هي جزء مهم للغاية، ولكن يجب تحقيقها ضمن نظام منصف وعادل للجميع، ويجب التجديل على ضرورة خلق مقاربة ونهج مشترك في تنمية التكنولوجيات الرقمية من أجل إشراك كل الأوساط في الحصة المتساوية في التحول الرقمي. الواجبات والالتزامات، من المهم القضاء على الحواجز القانونية التي تعرقل تنمية التكنولوجيا الرقمية. من المهم كذلك توسيع نطاق إدراج خدمات وحلول الذكاء الاصطناعي. الجانب الأخلاقي لا ننساه. بالنسبة لروسيا أهم شيء هو تصميم الذكاء الاصطناعي الذي يضع في المركز الإنسان ويفيد المجتمع برماته. نحن اتبعنا قواعد سلوك الذكاء الاصطناعي ووقعنا عليها من قبل المؤسسات والجامعات والصناديق، وتشير هذه القواعد إلى أهم القيم مثل الشفافية والمصداقية وعدم الإقصاء الاجتماعي والسرية. أشير أيضا إلى أهمية التوازن ما بين مختلف اللوائح الدولية في مجال الإنترنت وعمل وقواعد تنظم عمل الشركات التكنولوجية. في هذا السياق ننظر باهتمام إلى المبادرة التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة في مجال خلق اتفاقية دولية لرقمنا، وروسيا منفتحة على التعاون والحوار مع جميع أصحاب المصلحة والمجتمعات والشركات.
الأمم المتحدة أكدت بأن روسيا سوف تنظم قمة الاي جي اف في 2025 هو الإصدار 20 لمنتدى حكام الإنترنت، ونحن فخورون بأن نستضيفكم السادة لدينا في روسيا. هذا يشير إلى المكانة العالية والقوية لروسيا في مجال خلق المجتمع الرقمي. نريد ضمان المشاركة الواسعة لأصحاب المصلحة من جميع المجالات، ونحن على اليقين بأن المنتدى في روسيا سوف يكون له هذا الجانب العملي الذي من شأنه يزيد زيادة الثقة والأمن والسلامة بالإنترنت. أتمنى لكم مباحثات ومداولات مثمرة أثناء حوكمة الإنترنت. شكرا للسيد نائب رئيس الوزراء على هذا المنظور والأفق المشوق. طبعا عندما سيتم هذه القمة في البداية أثيوبيا وبعدها دول أخرى، وفي عام 2025 سوف نتجه إلى روسيا في قمة مماثلة لنرى ما هي في مجال رجال الأعمال والشركات في مجال استخدام التقنيات الرقمية والتحولات التي جرت في هذا المجال. أهم شيء هناك هو التمويل، وقضايا التمويل هي واسعة والاحتياجات هي أيضا عالية، لأن الاستثمار في الجوانب المختلفة للرقمنة هي عالية، فإذا الوقت يمر بسرعة أكثر مما ندرس. لذلك أود أن من دقيقتين إلى ثلاثة أن يجيب المتحدثون عليها ضيوفنا. الأولى هي بأي طريقة يمكن أن نرغب الشركات لاستخدام الحلول، كيف تنصحوهم باستخدام أي أنواع من التمويل، كيف يحصلون على ميزانيات وعلى صندوق، وكيف يمكن أن يتعاونوا مع المستثمرين الداخليين والخارجيين، كيف تعلقون على ذلك؟ ونبدأ من السيدة الوزيرة. مرة ثانية أشكر مدير الجلسة، شكرا على صبركم. قبل كل شيء يجب علينا أن ما نراه اليوم على أنه ابتكار هي مشاريع بدأت في ستارت أب، وهي إمكانية وصول إلى حلول، فيجب علينا دعمها منذ البداية في عملها. فإذا إذا أتيتم إلى أفريقيا ستجدون هناك العديد من الشباب الذين لديهم أفكار إبداعية ومنفتحة، ويجب علينا دعمها. دول نامية مثل أثيوبيا هي دول دائما لديها وصول ضعيف إلى الصناديق والتمويل، وهذا يتحسن ببطء، ولكن ما زلنا نعاني من مشاكل تتعلق بالتمويل. يجب أن نخلق ظروفا لذلك. إذن كما أن القطاع الخاص والقطاع العام والسلطات المحلية عليها أن تستثمر في البنى التحتية، هذه هي مقترحاتنا. إذن خاصة البنى التحتية التي تتعلق بالطاقة، فعلى الحكومات أن تحل مشكلات مثل مشكلة تسجيل الكيانات الاقتصادية الجديدة وطريقة السهولة في الحصول على
صناديق وتمويل منها لهذه الشركات قد يساعد ذلك في الوصول إلى شركات جديدة جاهزة لقبول حلول في الفضاء الرقمي. إذن يجب أن نجد ضوابط قانونية. هذا لا نستطيع فعل أي شيء دون وجوده. فعلى الإدارة العامة أن ترغب بشكل مالي عن طريق تخفيف الضرائب مثلا. ممكن التفكير بدعم إداري، وأحيانا هناك شخص لديه فكرة جيدة ولكن ينقصه إمكانية إدراج مثل ذلك. مثل هذا يجب أن نحل بأن مثل هذه الستارت أب وغيرها تساعد عليها. لذلك على القطاع الخاص أن يساهم في تطوير أيضا القطاع العام، كما أن هناك التحديات المالية والقانونية التي يعاني منها رجال الأعمال لتنفيذ وإدراج أفكارهم. فهي الحداثة المتعلقة بالبيانات والمعطيات، فنعرف أن البيانات والمعطيات وإدارتها هي كإدارة الثروة النفطية في وقتنا الحالي. فهي هذه البيانات تسمح لنا عند التعامل معها أن نستفيد منها في التخطيط. إذن يجب أن تكون هذا التعاون المشترك بين كل الشركاء على أساس الشفافية وعلى أساس الثقة. إذن هذه المعطيات والبيانات هي غالية الثمن، فإذن يجب علينا جمعها بشكل شفاف وبشكل وأن الإدارة في القطاع العام التي تجمع مثل هذه المعلومات بشكل تقليدي يجب أن نحميها سواء بشكلها الرقمي أو بشكلها التقليدي. إذن يجب أن يكون كل ذلك كما قلت على أساس عال من الشفافية وعلى أساس الوصول إليها، أن يكون متوجا بقوانين تحمي صاحب هذه البيانات. كما إن البيانات أيضا المفتوحة كما تسمى تساهم أيضا في كثير من تطور. لذلك القضية التالية، هل لدي وقت أيضا لـ30 ثانية من أجل التمويل؟ أما بالنسبة للتمويل فأنا أقول كدول النامية التمويل هو مهم بشكل كبير. أنا قلت أود أن أقول أن كل إمكانيات وأساليب التمويل جيدة، وخاصة إذا كانت هناك إمكانية للاختيار بينها. إذ يستطيع هناك المستثمرون أن يختاروا الموديل والأسلوب الذي يريحهم، خاصة لتلك الشركات التي تبدأ عملها من جديد. إذن نحتاج إلى إمكانيات مفتوحة في السوق. شكرا جزيلا. ولنعود إلى ذلك، إلى مسألة الاستثمار في وقت لاحق إن سمح لنا الوقت بذلك. فالآن أخاطب السيدة نائبة الرئيس تريسا شيرفينسكا، وباهتمام وبالصبر نتطلع لسماع تعليقاتك. شكرا جزيلا. أنا صراحة أود أن أبدأ هنا من النقطة التي انتهت
من حديثها السيدة الوزيرة قبل قليل، الاهتمام. أعلق بالتالي، لدينا نماذج تمويل مختلفة نحتاج إليها على مختلف مراحل نمو الشركات. هناك تمويلات مختلفة وتختلف من حيث المصادر وأشكال ومن قطاع إلى قطاع آخر. هناك نماذج تمويل مختلفة. أنا أشاطر رأي الآخرين أننا في الحاجة إلى إشراك المؤسسات العامة وإشراك صناع القرار في خلق مجموعة واسعة من الأدوات المالية التي من شأنها دعم وتعزيز رقمنة الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة. وعندما ننظر إلى ذلك من منظور السوق فنلاحظ مجالا ضيقا للتقاسم بالمخاطر. أقصد تمويل رأس المال العالي المخاطر، هي أدوات تدعم وبشكل مفيد الرقمنة والابتكارية. فنحن يجب أن نحاول أن التغلب على هذه الفجوة فيما يخص بعض النواقص في مجال أدوات التمويل المتاحة أثناء الجائحة. ودور مجموعتنا، نحن تحاول عرض مجموعة وباقة واسعة من القروض والسلف والضمانات المالية وغيرها من أدوات التمويل من نوع الإكويتي. وأيضا من الأهمية ما كان أننا نجمع مصادرنا التمويلية مع غيرنا من المصادر، الصناديق البنيوية الاتحادية وغيرها، ضمانا لأن هذه البنية المالية المعمارية تتناسب مع مشروع محدد. وأخيرا ليس أخيرا، نعرض دعما فنيا كي نجهز ونكيف عملائنا للتشكيل المناسب لمشاريعهم. إذن نحن نرافق عملاءنا من الألف إلى الياء، من المرحلة التمهيدية وحتى مرحلة التمويل النهائية. لدينا تجربة وخبرات استشارية كبيرة في هذا الجانب الفني في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهذا القطاع هو من أولوياتنا القصوى في عام 2020. قامت مجموعاتنا المالية بالدعم أكثر من 420 ألف شركة صغيرة ومتوسطة، وعرضنا عليهم الدعم المالي. وهذا هو القطاع الذي يوظف الكثير من العاملين والموظفين، ويمكن القول أن سنويا نخصص حوالي 30 مليار يورو على تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة ستارتاب. وأنا فخورة بهذا القول، لأن هذا التأييد والدعم موجود للشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة. ودعمنا المالي نقدمه ليس فقط لكبرى الشركات والقابضات المالية، ولكن أيضا لرواد الأعمال الناشئون. شكرا جزيلا. ونفس السؤال أطرحه لماريا فرانشيسكا سباتاليزانو. أي السؤال يتعلق بالتمويل الكافي، هل نستطيع أن نؤمنه وهل نستطيع أن نضيف شيئا إلى هذا الموضوع؟ تم قول شيء مهم، أي أن شركات ستارت أب والشركات الصغيرة جيدة يجب عليها أن تفكر بأن ما هي الفائدة من الإنترنت العالمي وهذا الوصول إلى. أي في البداية يجب أن نؤمن لهم الوصول، أي لأنه نظريا حوالي 35% من سكان العالم هم
ضمن شبكات الهواتف الجوالة، أي حوالي 3 مليارات من الأشخاص في العالم لا يمكن هم الاستفادة من هذه الفرصة. أي إذن علينا أن نزيد هذه الإمكانية، أن نوفر تهيئة وتدريب. ربما هؤلاء الأشخاص الذين لا يستفيدون لديهم أيضا آمال في إنشاء شركاتهم الصغيرة الخاصة، ويستطيعون أن ينافسوا على السوق. هنا يمكن طرح سؤال: هل الشركات الصغيرة والمتوسطة تستطيع تحمل الاستثمار في تحديث الإمكانية التقنيات الرقمية؟ هنا يجب أن نجد حلولا. لذلك سأتحدث بإيجاز لأنني أعرف أن الوقت يتداركنا. لذلك بالنسبة لإمكانية الوصول إلى الرأس مال الذي فيه مخاطر شديدة، فالشركات التي تبدأ عملها، شركات ستارت أب التي تستطيع أن لديها إمكانيات الاستفادة من بعض إمكانيات الدعم المالي، وهناك حوالي 500 مليار دولار في عام 2021 احتاجت مثل هذه الشركات لمثل هذا التمويل، ولكن غيرها من الشركات ليس لديها إمكانية الوصول إلى مثل هذا التمويل، وهناك صعوبة في الاستفادة من هذا النوع من التمويل. لذلك هناك مصارف لها مقاربة أي تقليدية، لأن أستطيع أن أقول ذلك لأنني عملت في اللجان المفوضية الأوروبية لفترات طويلة، فلدي علم عن هذه الأخبار. نستطيع مساعدة الدول النامية التي تحتاج مثل هذه الدعم، وهناك لابد من تعاون القطاع الخاص والعام في هذا المجال، ومن المفيد العمل بشكل أكثر ديناميكية من أجل التمويل. شكرا لك على هذا التعقيد. في بولندا مثلا حوالي 70% من الاستثمارات هي استثمارات وأموال تأتي من ميزانيات حكومية، أي هذه هي عملية دعم كبيرة. لذلك إذا أردنا أن نعطي فرصة، فالآن أود أن أعطي الصوت للسيد السفير، فعلينا أن نضع السماعات لأنه سيتكلم بالفرنسية، فلنعطي وقتا للمستمعين. أقول أن هناك مؤتمر حصل في فرنسا وفيباتك، فهل يستطيع السيد السفير أن يعلق عن هذا الموضوع بعد الإجابة على سؤالي المفتوح الثاني؟ كما تفضلت السيدة الوزيرة بذكر ذلك، المسؤولية الأولى تقع على عاتق الحكومات وخاصة في الدول النامية. فأولا الوصول للإنترنت للجميع، الإنترنت الواقي المنفتح والحر، وليس الإنترنت المنطوي على نفسه والذي يغلق الناس في هياكله، الإنترنت الذي يسمح بالابتكار دون الأذنات. الآن لدينا الإنترنت المفبرك الذي يضر، وفي هذه الهياكل نفكر بالهوية المصرفية وعملية تحول الخدمات إلى المصارف والبنوك.
هناك حاجة إلى السياسات العامة. فرنسا وتدعمها أوروبا كانت تريد أن تكون لها سياسات وتدابير خاصة، ونستطيع المشاركة في التمويل باستثمار كما تقومون به نحن. هذا ما يسمى بسكيل أب. عدد الشركات الناشئة في فرنسا هي كبيرة، ونحن نريدها أن تكبر، وهذا يحتاج إلى تدخلات تمويلية أخرى. منذ 3 سنوات فتحنا مجالا جديدا قد يكون مجال الأهم والذي يساعد في التحول الرقمي للسياسات لشركات المتوسطة والصغيرة، لأن معظم فرص العمل هي تكون موجودة في هذه الشركات بالذات، وليس لديها أموال والموارد أن تستثمر في الخبراء والأخصائيين في مجال الرقمي. فرنسا لديها سياسات تساعد في الاستشارة، تلقي الاستشارات من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة كي تستفيد من هذه الثورة الرقمية. شكرا على هذه الإجابة. أنا أتفق تماما، وأعطي مثلا من بولندا. نحن الآن في مجال إدراج أكبر مشروع أوروبي نسميه Open Education Network، والذي سنحاول فيه أن نصل 30,000 مدرسة إلى الإنترنت السريع، ونريد أيضا أن نؤمن لهم للشركات الصغيرة التي تبدأ عملها ستارت أب إلى هذا الإنترنت. فأرجو أن تعليقا يتعلق بالاستثمار. سأل السيد كيف يمكن أن نرغب الشركات الجديدة للابتكار. أعتقد أنه لا يجب أن نرغبهم بالابتكار، يجب أن نرغب الناس في إنشاء شركات جديدة ستارت أب. لذلك يجب الإجابة على السؤال، هل هؤلاء الناس هم جاهزون لإنشاء وتأسيس مثل هذه الشركات في بلدي مثلا؟ أجيب بكل سرور نعم. أغلب رجال الأعمال يريدون أن يكونوا جزءا من هذه التحولات الرقمية، وأن يكونوا جزءا من هذا النظام الرقمي الكبير. إذن يجب أن تكون هناك سياسة معينة ترسم إمكانية التمويل. الشيء الذي نفعله الآن في لاتفيا هو أسلوب أوروبي لإنشاء مراكز توزيع تستطيع فيها يستطيع فيها رجال الأعمال تعلم واستخدام الحلول الرقمية، وهذه هي مبادرة تحت رقابة السلطات العامة. وأما من ناحية التمويل فيجب علي بكل نزاهة أن أقول أن عندما جهزت نفسي لهذا الحديث اتصلت بالمسؤولين عن مثل هذا، ومثلا من ICT الذين يتحدثون عن موضوع التمويل، وقالوا أن هذا الدعم البناء من قبل الممول هناك عدة إمكانيات. أحيانا الشركات الصغيرة والمتوسطة تستطيع الوصول إلى خط تمويل أفضل، أما لأنهم يعملون منذ فترة على السوق. أما بالنسبة للشركات التي تبدأ فهناك نوع من المخاطر
أمامهم. أما في ظروفنا في بلدي فنتحدث عن ممثلي قطاع اي سي تي الذين يتحدثون عن المستثمرين الأجانب الذين يريدون أن يكونوا يدعموا مثل هؤلاء مثل رجال الأعمال هؤلاء. كانت هناك الحديث عن صناديق الدعم الأوروبية التي نستفيد منها في الاتحاد الأوروبي، وهو ما أود أن أقوله. للأسف ينتهي وقتنا. النقاش مشوق للغاية، نستطيع أن نتحدث عن الجزء الأخير عن النتائج الحرة، فأود أن تأخذوا الصوت. نبدأ من السيدة الوزيرة. شكرا. أريد أن أضيف شيئا واحد فقط لم أقوله من السابق، أن حكومة أثيوبيا منذ وقت قصير أدرجت صندوق الوطني للابتكار، وفيه إمكانية عديدة للتمويل، فيستطيع فيها المستثمرون الخاصون أن يدخلوا ويستفيدوا من هذا الصندوق. وارتباطا بما مضى، نحاول أن نضمن هذا الدعم على مستوى ابتدائي للشركات مع المصارف الوطنية ومع المصارف التجارية والاستهلاكية. ونحن بما أننا سنكون الدولة التالية للمنتدى الحوكمة الإنترنت، فأنني أستغل الفرصة لأدعو الجميع. شكرا على الدعوة، وأعتقد أنه سيكون لنا حق. السيدة نائبة رئيسة البنك، أقول أن نلاحظ إلى كل الفوائد التي يمكن أن تأتي من التحولات الرقمية، وأكبر دليل على ذلك التغيرات التي حصلت بعد جائحة من أجل تأمين خلال 10 سنوات تطور مستدام. بدون هذا الإدراج للتحولات الرقمية الجديدة والتغيرات فلا يمكن أن نصل إلى ذلك. أقول أن خلال السنة القادمة سنحاول أن نجعل مصطلحات جديدة لإمكانية كيف سوف نقوم بذلك. إن بنك الاستثمار الأوروبي يدعم بكل أنواع إمكانية إلغاء الإقصاء في هذا المجال، وسوف يحاول أن يتعاون مع أهم الشركات التقنية في عام 2022. دعمنا السنوات الشركات التي كان لها سنة من العمر، ونحاول أن نساعد الأكثر لإيجاد فرص عمل أفضل في الحياة. من الناحية السيدة ماريا فرانسيسا ساتوروليزانو، إن هيئة الأمم المتحدة وأجندتها الخاصة في هذا المجال سوف تنشر خطة التعاون الرقمي التي دعا إليها الأمين العام، وهذا هو تم استخدامه في انخراطنا. أستطيع أن أقول أن التفاهم الدولي بهذا المجال الذي اقترحه الأمين العام
تحت اسم Global Digital Compact. في خلال هذه المبادرة يجب أن تكون هناك مجال منفتح وفضاء آمن ومركب، فعلينا أن نؤكد ثقتنا والتزامنا في تحسين هذا الاتصال العالمي وعدم إقصاء أي أحد من هذا الفضاء، ونؤمن ونحاول إيجاد إمكانية له من الاستفادة من هذا الفضاء. علينا أن نتذكر أن هناك شيء هام، احترام حقوق الإنسان ووضع ضوابط، وأن لا يكون هناك أي عمليات احتكارية في هذا الفضاء. لذلك ندعو جميع الدول للاستفادة من ذلك، وضع إجماع لهذا الشيء. شكراً للسيد. السيد السفير، أقول هل تتوقعون أن تجد أن هناك عالم فضاء بدون لينوكس، بدون شركات كبيرة مثل ويكيبيديا وغيرها؟ إذا هل نستطيع تصور مثل هذا العالم؟ بالطبع علينا جميعا أن ندعم كل هذه الأشياء التي نستفيد منها جميعا. طبعا هذه الشركات الكبيرة هي مهمة لنا. أقول هنا أن أهم ما أتحدث فيه هو من وجهة نظر لاتفيا. نحن جاهزون للانخراط في هذا الجهد العالمي الذي تقترحه هيئة الأمم المتحدة، وسوف عن طريق إيكوسوك الذي ننخرط في إيجاد تطور مستدام. سوف نشاطركم تجاربنا في مجال التقنية في مجموعات العمل للأمم المتحدة التي تخص الخدمات الجديدة في العالم الافتراضي، وأخيرا أن عملية إدارة الخدمات الرقمية يجب أن تحترم حقوق الإنسان وتكون شفافة. أيها السادة، شكرا جزيلا. سأضيف فقط أن هناك شيء أكيد، أن التحولات والتغيرات الرقمية ستسير قدما، ويجب أن نكون لدينا ليونة في الوصول إلى ضوابط قانونية. وشكرا على إصغائكم ومشاركتكم ومشاطرتكم لنا تجاربكم، وأعتذر عن التأخير البسيط. أشكر المستمعين وأشكركم على الملاحظات، وأتمنى لكم استمرار اللقاءات.